مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حصة الطياب اللي تجيكم كل يوم على قناة النهار في رمضان. اليوم الشيف ريال جبت لكم طبق جديد، نروحوا نشوفوا شنو هو. عاودنا تلاقينا بكم مشاهدين وهذه الخطره مع شيف ريال. مساء الخير، صحة رمضانك. صحة رمضانك، كل عام وانتي بخير. الله يسلمك. تعيشي. واش وجدت لنا اليوم شيف ريال؟ اليوم باذن الله حنوجدوا طاجين معدنوسيه. معدنوسيه، كي تقولي معدنوسيه حب يقول فيها معدنوس بالكثره. فوالا، فيها معدنوس بزاف. داكور، تخي بيان. نبداو بسم الله. بسم الله. عندنا الملح، القرفه، دونك الملح، القرفه، وفلفل كحل. فلفل كحل، فوالا هادو لي زيبيس. عندنا بصل مدبل اللي كنا قطعناه طويل وخليناه دبلناه. فرماج غابي. بصح قبل ما ندوزو فرماج، قولي لي برك شحال من حبات بصل دبلتي هنايا؟ هنا دبلت زوج حبات بصل. داكوغ. فرماج غابي. فرماج شحال هكذاك؟ 100 غرام، 100 غرام هكذاك، 100 غرام يعني اون بواني. معدنوس اللي قلنا بالكثره، فوالا كثرنا منه. شحال؟ ربطه ونص، زوج ربطات. زوج ربطات تاع معدنوس باسكو لازم يكون بزاف المعدنوس. داكوغ. فيونداشي. شحال فيونداشي؟ كل واحد شحال يحب يدير، سا ديبون. كاين يحبوا يديروا بلا كبير، كاين يحبوا يديروا بلا صغير، يعني كل واحد واش حاب يدير. يعني على حساب الفاميليا، على حساب الافراد. نعامه. الماء. كيس كاس ماء هكذاك. الزيت. زيت سونغو بيان سور. نعم. البصل. شحال هنايا البصل؟ حبه بصل. حبه بصل. اللحم. مغصو نقولوا فيه العظم، يكون معظم. هذا كيما هذا فيه واحد 300 غرام. داكوغ، نبداو بسم الله. وثلاثة حبات. وثلاثة حبات بيض. بيض. بون، باش نعاونك ندير ليكون. باش نبداو؟ نبداو نقلوا اللحم تاع ديالنا، نديروا الزيت. عاونك اللحم فيونداشي ولا؟ لا لا، اللحم. نقلو، نديرو فيه شويه ملح باش ما يجيش مسوس اللحم. فلفل كحل مازال حتى يتقلى اللحم، ونديرو البصل ديالنا باش نديرو لي زيبيس تاعنا حتى يتقلى اللحم. دونك هنا مرسو اللحم واحد يكفي، واذا كانت كل واحد كيما كيفاش يحب يدير. لا كونتيتي كبيره ولا ما يهمش، اللحم غير باش يتلق البنه. بيان سور، اللحم باش يجي في لاصوص بلونش، وتما كل واحد كيفاش يحب يدير. اللي يحب يدير زوج مرسوات، اللي يحب يدير ثلاثه، يعني ما نقدرش انا نقول لهم المشاهدين شحال يديروا اللحم، كيما حبوا. داكوغ. خلوه يتقلى مليح. فوالا، نديرو البصل تاعنا. دونك قلنا حبه بصل، عطيت شي حبه بصل اللي كنا غطيناها ولا قطعناها في روبو. هاد البصل الغافي اللي ماشي مدبل، باسكو المدبل نسحقوه من بعد. فوالا، هذا كامل في كاسرونه. بليس كاين القرفه، نورمالمون حنديرو صوص بلونش. فوالا فوالا، فلفل كحل. فلفل كحل. دونك بعد ما درنا الملح القرفه، نزيدو فلفل كحل شويه، ماشي بزاف فلفل كحل. فوالا هكذا ندبلو هكذا، كي درنا لي زيبيس تاعنا ودبل شويه البصل، نمرقو. كاس ما هكذاك؟ لا لا، شويه زياده. زيدي لي وريك الماء، زيدي لي. تمرقي. فوالا صباحك. سي بون. فوالا هكذا نخلو اللحم ديالنا يطيب. فوالا، اون اتوندون نخلو اللحم ديالنا يطيب. دوك ندوزو لدوزيام ايتاب اللي هي شيف ريال. لا دوزيام ايتاب تاعنا هي نوجدو لا فارس تاع لا فيونداشي تاعنا باش نديروها في الفوغ.
فوالا يلا نديرو هذا من يطيب هكذا ونجبدو لابوال تاعنا باردون دونك نديرو فيها شوية تاع الزيت زيت زيت سانغو زيت سانغو فوالا اللحم المرحي نديرو اللحم المرحي تاعنا خلو شوية الزيت سخن باش ما تلصقنا ما يلصقناش اللحم فيها فوالا نديرو لي زيبيس اللي نديرهم هنا كيما لي زيبيس اللي درناهم في لاصوص ديالنا لازم نقلوه شويه نطيبوه شويه باش كي نديروه في الفوغ رابيدمون يطيب نديرو شويه ملح شوف فلفل قرفه قرفه فوالا فلفل كحل شويه فلفل كحل فوالا نقلوه بيان عندنا هنايا لحم مرحي نقلوه هكذا كيما راكي تشوفي في ريال نقلوه بيان حنا بيد ما نقلو اللحم المرحي ديالنا نذكركم بالمقادير اللي كاين في لاصوص قلنا حبه بصل تكون مرحيه زيدوا لها لي زيبيس اللي هما الملح القرفه والفلفل الكحل مرصو تاع اللحم ونمرقوه على حساب فوالا ودوكا هكذا فريال كي تقلى اللحم ديالنا كامل تيب انا نروحو نوجدو لا بريباراسيون تاعنا داكور فوالا وجدنا اللحم مرحي يكون طارب مليح واش ديري لها دوكا هكذا بلاكي سخونه تحضر هكذا دوك نديرو البصل اللي كنا وجدناه في ريال ودبلناه نديرو قلنا زوج حبات بصل فوالا نديروه هكذا في ريال كيما كي تشوفي فوالا نديرو لو فرماج تاعنا اللي درناه اللي كنا رابينا فوالا رابينا فوالا هكذا فريال ودوك نديرو له لي زو نكسرو البيض هاكي قلنا ثلاثة حبات بيض ثلاثة حبات بيض بسم الله هادي مور هادي ولا هادي مور هادي يعني ماشي اوبليجي ثلاثة حبات بيض تسمع على حسب المقدور تاع لا فيون داشي تاعنا داكو فوالا نديرو زوج ونشوفو لا لا ديري ديري غير ثلاثة ثلاثة فوالا خلطو مليح قلنا فيون داشي اللي كنا قليناه مع لي زيبيس الملح القرفه والفلفل الكحل زدنا الفرماج فرماج غابي فرماج غابي نيمبورت كال فرماج نيمبورت كال لا لا فرماج غابي غرويير غرويير انا شيدار ايه كلي حب الشيدار مي هي دو بريفيرونس فرماج غابي غرويير خير دونك فرماج غرويير وزدنا له بصل بصل اللي كنا دبلناه من قبل زوج حبات بصل اللي كنا دبلناهم من قبل في الزيت ولا في البور كل واحد كيفاش يحب وهاك درنا الفرماج البصل لا فيون داشي تاعنا دوك نديروش نزيدو شويه تاع المرقه نديرو المعدنوس وطبق تاعنا يكون قريب يوجد نديرو شويه تاع المرقه ما يطيبش البيض لا لا ما يطيبش شويه ماشي بزاف مرقه سخونه لا لا شويه ماشي بزاف فوالا باش نمدلو بالنار فوالا نمدو الكو تاع اللحم اللي طاب هنايا نخلطو مليح نخلطو دونك نذكركم مشاهدين بلي هذا الطبق واسمو المعدنوسيه اللي قلنا باللي الحاجه بزاف المعدنوس حاجه اللي نديروها بالكثره هي المعدنوس هي المعدنوس ما قد ما نكثروا مليح ما مليح فوالا زوج ربطات ثلاثه ربطات لازم يكون فيها بزاف المعدنوس
نخلطه مليح هكذا كيما راكي تشوفي. فوالا واش نضيفوا له؟ والو دوكا نديروه في البلا تاعنا اللي يروح في الفوخ. نوجدوا البلا تاعنا ندهنوه بالزبده كيما انا هاد لي بلاطو ناليمنيوم ما نسحقش ندهنهم بالزبده بصح اللي عندها بلاطو واحد اخر لازم تدهنوه بشويه زبده باش ما يلصقلهاش من تحت. ما نوصيو المشاهدين اللي تشوف فينا المشاهدين اللي يشوفوا فينا الا عندكم طبق مزجاج ولا تاع الحديد ولا تاع الحديد لازم نديروا له شويه زبده باش ما يلصقش. مي هادو تاع الالومنيوم ما يلصقوش. طبق راهو واجد بخاتيكمون راهو نص واجد خلاص ما قعدش بزاف فوالا نحطوه في الفوق الدرجه تاعها 180 نحطوه في الفوق 15 مينوت ونجبدوه باسكو ما كلش طايب تما غير لي زو تاعنا اللي لازم يطيبوا نجبدوه نديروا لو فرماج غابي الفوق فوالا نكراتينيوه والطبق تاعنا يكون واجد ان شاء الله كيطيب اللحم كيطيب الحم ما نبريزونتيوه مع الحم. نعم مالا مشاهدينا الكرام طبق راهو كما نقولوا نص واجد نشوفوه واجد بعد قليل. لكن أنتن جملك سيشرق. اربحنا تشكيلة كيراتين ثيرابي للعناية بالشعر لرينيكتون، مجموعة كاملة من أدوات العناية بالشعر. ما عليكن إلا الاتصال بالرقم 3800-3801 أو 3802 والإجابة عن السؤال المطروح في حصة بنت رمضان. تشكيلة كيراتين ثيرابي لرينيكتون مهتف من طرف ناشيونال تكنولوجي. مشاهدينا الكرام طبقنا تاع اليوم راهو واجد معنا هي المعدنوسية. يعطيك الصحة فريال. يسلمك. إذا عندكم مشاهدين جواب على سؤال راح نطرحوه دوكا وهو واش درنا بالكترة في المعدنوسية؟ باش تجاوبوا علينا ما عليكم غير تصلوا بنا على الأرقام اللي راهي ظاهرة على أسفل الشاشة. ما بقى لي نقول لكم صحة فطوركم.